بشكل ديمقراطي، انتخبوا ممثلين بشكل ديمقراطي، ولأول مرة المؤسسة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. كانت فيه ورشات وإبداعات، وهذا الحقيقة كان أثناء حضورنا في جمعية آباء وكلية التلاميذ صحبة الأخ مصطفى الرواس. عاينا وشاهدنا هذه الحركية التي كانت لولا وجود سي مصطفى لما كانت عرفت الوجود، واليوم هذه المجموعة هي من ثمرة ذلك المجهود الذي قام به الصديق والأخ والرفيق مصطفى سقام. أحبك من كل قلب. Thank you.